بسم الله. لو انا عايز اشوف خصائص الفيو واعدل فيها، اختار الفيو اللي انا عايزه واجي هنا اشوف الخصائص بتاعته. فيو سيتنج بلاقي بيقول لي الاي دي بتاعي، النيم، السورس، تمام، الزيرو اهي، زيرو اي جي، زيرو اي جي. هلا هنا اللير كومبنتيشن دي مجموعة حالة المجموعة اللي كلها، يعني في اللي رب بلاقيها ظاهرة واللايرات بلاقيها مخفية. تمام، مجرد ان انا اغير الحاجة اخرى واقول له اوكي، الاقي الحاجات اختلفت. ليه؟ لو انا دخلت في الانفو بوكس ودخلت لير، بلاقي كل واحدة من دول ليها خصائص. يعني اول ما تختار ديت بتلاقي في حاجات هنا ليرات معمول لها اون، ومعمول في الليرات التانية معمول لها اوف. كل ما بتختار لير كومبنتيشن بلاقي الاعدادات اختلفت. تمام، فممكن اغيرها من هنا او من كويك اوبشن راح مغيرها، او ان انا اجي هنا في الخصائص وابدا اشوف الخصائص. هنا السكيل 1:50 مثلا، الاستراكشر ديسبلاي، وزود فينيش انتاير موديل، البنسيت، هل انت اختار البنسيت اللي انت هتشتغل بيها، الموديل فيو اوبشن، تمام، الدايمنشن هتختار اي نوع من انواع الدايمنشن تشتغل بيه، الزومنج، الزوم عايز لما تختار اداة زوم تختار كارنت زوم ولا الزومد اريا ولا الفيتن ويندو. اوكي، فدي الخصائص بتاعت تحتي. ده سيف كارنت فيو، سيف كارنت فيو اللي انت واقف عليه دلوقتي. تمام، ان انا اعمل مجلد جديد، نيو فولدر، اسميه مثلا ارش. تمام، وده الارش ده ممكن تسحب اي ملف او اي فيو جواه بالشكل دوت، وممكن تسحب الارش نفسه جوه اي مجلد عادي، مش اي مشاكل خالص. تمام، هنا هقول له كلون فولدر. تمام، وممكن اقول له ديليت، الغي خالص. طيب تعال نشوف ايه الاعدادات اللي موجودة هنا. هنا بظهر النافيجيتور او اخفيه. هنا نافيجيتور بيرفيو بيساعدني ان انا ابقى عارف انا موجود فين بالشكل دوت. كويك اوبشن بيديني بعض الاعدادات السريعة اهي، زي ان انا احدد انا هشتغل بقى نظام الليرات ال 1:50 ولا 1:100، الاعداد ديت. وممكن احددها من هنا، وممكن احدد حاجة سبيشال، يعني اقول له لا انا عايزها مثلا 1:48، اي حاجة. تمام، الزوم لما بدوس عليه مرة واحدة بيديني 1:100، السكرول زوم، هنا بعمل زوم ان وزوم اوت، هنا البان. تمام، وبرضه الزمعيات، فيت ان ويندو، روتيت، ممكن انت عايز تلف المشهد فبقول له مثلا انا ده الخط بتاعي انا عايزه يلف مثلا، وممكن تكتب الزاوية مثلا 45. المشهد يبقى شغال معاك كده، فايه عشان تلوح راسك يمين او شمال، ف تنفع الدكاترة بتوع الرقبة وكده.